يواصل قسم البرامج والأنشطة القرآنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مسابقة صوتك جميل القرآنية التي تستهدف الصغار من خلال عرض 10 تلاوات قرآنية مصورة شهريا على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لاختيار الفائز الحاصل على أكبر عدد من إعجابات الجماهير المتابعة لهذا البرامج بل لهذا البرنامج من كافة الفئات، كما وتمتد هذه المسابقة حتى مارس من العام القادم. مسابقة صوتك جميل مسابقة تهدف إلى تعزيز القرآن الكريم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. هذه المسابقة يعني هذه هدفها أن هي تشجع البراعم الصغيرة على المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما له دور الآن في المجتمع. وهذه المسابقة لها طبعا شروط وضوابط، من خلالها طبعا هو المتسابق يقوم بتسجيل يعني مقطع صوتي لا يتجاوز الدقيقتين أو الدقيقة ويرسل للوزارة، والوزارة عندها متخصصين أخصائيين يقومون بمعاينة هذه التلاوة ويعني سلامتها من الأخطاء اللحون الجلية والصوتية، ثم يتم من خلالها اللي هو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالوزاره، ويكون تشجيع كذلك من المتابعين واصدقاء المتسابق بالحصول على يعني اكثر تأييد لهذه التلاوه والحصول على الفوز باذن الله عز وجل.